سار على نهجهم وعلينا معهم فأكرمنا بالرضا والعفو عنا يا رب العالمين. من أحكام الصيام التي ينبغي للمؤمن أن يلحظها ويفهمها ويعرفها أن يعرف ما هي المفطرات التي إذا وقع في أحد منها فإنه يفطر، فإما أن يفطر وعليه القضاء والكفارة وإما أن يفطر وعليه القضاء فقط. هذه المفطرات يا أيها الكرام معظمها يدخل من خلال المنافذ المفتوحة في جسم الإنسان، والمنافذ المفتوحة في جسم الإنسان هي الأنف والفم وموضع الشرج أي الدبر. فإذا أكل الإنسان فهو النوع الأول من المفطرات إذا أكل عمدا، وكذا إن شرب عمدا. إذا أكل الإنسان أو شرب فإنه يفطر وعليه القضاء والكفارة عند كثير من أهل العلم. هذا هو المفطر الأول من المفطرات، الأكل والشرب عمدا. ثانيا القيء المتعمد. كثيرا من الناس يظن، وهذا أمر متداول من قديم، أن الإنسان إذا تقيأ فقد أفطر. التقيؤ اللي بنقوله بالعامي راجع راجع رد، هذا يسمى القيء أو التقيؤ. والإنسان لا يفطر بمجرد القيء إلا أن يتعمد ذلك. أنا قلت الآن من المفطرات القيء المتعمد. قال ليش في قيء متعمد وغير متعمد؟ نعم، القيء المتعمد قليل الحصول، والذي هو كثير الحصول القيء غير المتعمد الذي لا يفطر الإنسان به. لأن نتكلم عن المفطرات، القيء المتعمد هو أن يشعر الإنسان بثقل في معدته أو سوء في هضمه فيريد هو أن يستريح من أثر الطعام الذي في معدته، أو يقول له الطبيب إنك إن تقيأت استرحت، فيدخل مثلا أصبعه في فمه وحينها يتقيأ. هذا هو القيء المتعمد، هذا الذي يفطر به الإنسان. أما إن ذرعك القيء، وهذا أكثر الحالات التي تكون مع الناس، ذرعني يعني غلبني، يعني ما حسيت إلا أتألم من بطني فذهبت إلى المكان فتقيأت، هذا لا أفطر به. ولكن ها هناك مسألة مهمة تتعلق بالقيء غير المتعمد. إذا فهمنا القيء المتعمد أدخل إصبعي في فمي فأتقيأ هذا أفطر به، أما القيء الذي يغلبني فلا أفطر به. لكن هناك كما قلت مسألة مهمة، وهي أنه بعد القيء يتبقى آثار الطعام والحموضة التي خرجت من البطن في الفم. معلوم هذا الأمر واضح، يتبقى في الفم، فيجب علي سريعا أن أسرع بعد أن أتقيأ إلى الماء فأتمضمض وأدفل بقايا الطعام وأدفل بقايا الحموضة. لما؟ لأنني إن لم أدفلها سأبتلعها مرة أخرى، فإذا ابتلعتها فحينها سأفطر. نفس القيء إذا لم يكن متعمدا لا أفطر به، أما إذا ابتلعت بقايا الطعام والحموضة التي بقيت في فمي بعد القيء فبذلك أفطر. ماذا يجب أن أفعل؟ تقيأت أسرع فأتمضمض وأدفل مرة ومرتين وثلاثة حتى يذهب ما بفمي من آثار القيء وأتابع صومي فلا حرج في ذلك. الثالث الوضوء، أي إتيان النساء. إتيان النساء مفطر، وهو ما أجمع عليه العلماء جميعا أنه مفطر وعليه الكفارة. يعني يجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أتى فيه زوجته أثناء الصيام في وقت الصيام، ويجب عليه الكفارة، والكفارة هي شهران متتابعان من الصوم، فهي مسألة لا ينبغي للإنسان أن يقربها. لذا قال أهل العلم أكثرهم ينبغي للإنسان أن يجتنب يعني المظاهر التي تحرك في نفسه شهوته تجاه زوجته، يعني مثلا القبلة وما إلى ذلك ينبغي أن يجتنب ذلك أثناء الصيام،
لأنه قد تتحرك شهوته فيأتي زوجته فيفطر عليه الكفارة الكبرى. مسألة أخرى تتعلق أيضا بالمفطرات وهي الاستمناء. الاستمناء هو إخراج المني باليد، يسمونها كثيرا العادة السرية، والشباب يعني بعضهم يفعلها. هذه العادة السرية استخراج المني باليد كثير من أهل العلم قال إنها حرام، هذا من جهة. من جهة ثانية هي مفطرة، وكثير من الشباب لا يعرف ذلك إلا بعد أن يصل إلى الزواج ويصير في الثلاثين أو الأربعين. والله أنا كنت أفعله وأنا شاب، لا أعرف، لا أعرف، لأنك لا تسأل ولا تحضر مجالس العلم. وكم نقول ونقول ونذكر يا أيها الإخوة الكرام، طلب العلم فريضة على كل مسلم. إنما شفاء العي السؤال، العي إنسان الذي لا يعرف، يجب على المسلم أن يسأل عن دينه، والذي تسأله هو إنسان تثق بدينه وعلمه وتقواه وخوفه لله. أما أن تمضي في حياتك هكذا كما هو شأن كثير من الناس، هذا الواقع الأليم. وأنا دائما أقول إنني أتحدث عن واقعنا، واقعنا أهم، يعني الحقيقة أهم من أن نتحدث كان كذا وصار كذا وجرى كذا، ونحن نقع في أخطاء كثيرة ولا ننتبه إليها. يا أخي الشاب احذر من ذلك، فهو عند كثير من العلماء الاستمناء يعني العادة السرية حرام عند كثير من العلماء، وإذا فعلتها أثناء الصوم تفطر. سألني البعض هل عليه أيضا الكفارة 60 يوما يعني شهران متتابعان؟ لا، عليه القضاء فقط والاستغفار، لأنه ارتكب كبيرة بإفطاره يعني بنقضه لصومه، لكن ليس عليه في الاستمناء تحديدا ليس عليه الكفارة. أما في الوقت لزوجته كذا فإنه عليه الكفارة. قال الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، هذه من الأمور التي تفطر بها النساء وعليهن في ذلك القضاء. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الإمام مسلم وغيره: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذا كنا في حيضنا أو نفاسنا. المرأة الحائض، معروف الحيض اللي بيقولوا الدورة الشهرية، النفساء هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد وضعها لولدها، هذه تسمى نفساء. فهذه لا تصوم وتقضي مقدار الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، أما الصلاة فلا تقضيها الحائض والنفساء. من المفطرات أيضا الجنون، أن يجن الإنسان، وإنما لزام أداء عباداتنا لوجه الله تعالى هو العقل. هذا العقل أعطاه الله تعالى لنا كرامة وفضلا ومنة، وبه يميز الإنسان، فإن كان عاقلا كلف بأوامر شرع الله، وإن جن سقطت عنه التكليف. كانوا قديما يقولون إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب، كانوا يقولونها إذا أخذ ما أوهب، طبعا هذا تحريف لحن عند العرب. إذا أخذ ما وهب، أي ربنا وهب العقل، إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب، أغطى شيء. أسأل الله العافية من ذلك. هذا من أعظم نعم الله أن كرمنا بالعقل وبه رفعنا عن الدواب والحيوانات. قال من مبطلات الصوم والمفطرات أيضا الردة والعياذ بالله تعالى. ذكرت البارحة في دروس صلاة العصر بعد العصر في دروسنا، ونحن نتكلم في سلسلة عن الكبائر، الذنوب الكبائر كي نجتنبها، ذكرت الذنب والكبيرة الأولى البارحة وهو الكفر والشرك بالله عز وجل، هذا هو أعظم الكبائر. ومنه ذكرت أن يتلفظ الإنسان والعياذ بالله بشتم دينه أو ربه أو قرآنه أو نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قلت حينها إنها بلية عمت في كثير من المسلمين صغارا وكبارا، نساء ورجالا، حتى بعض المصلين، حتى للأسف، وهي أعظم الكبائر على الإطلاق، وتمسح بها الحسنات، مسألة لا أخطر منها. فإذا تلفظ الإنسان بلفظة الكفر وهو صائم بطل صومه، قال يفطر، ما نقول له يفطر، نقول له ابقى على صومه
قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا فرغت من رمضان اقضي هذا اليوم الذي تلقفت فيه بالكفر والعياذ بالله. أعود فأقول هي مسألة خطيرة يا أيها الكرام، نبهوا وتنبهوا، إن كنت تقع بها فتشهد واعزم على أن لا تعود، لأنها من أعظم بلايا المسلمين. وما وقعت وما حلت بقوم بلاءات وابتلاءات إلا بذنوبهم، فليحذر الإنسان. هذا بالنسبة للمفطرات، لن أذكر يعني كل تفصيل فيها، أذكرها بالجملة، هذه جملة المفطرات بشكل عام. الآن ما لا يفطر، ما لا يؤدي إلى الفطر، أن يأكل أو يشرب الإنسان ناسيا، أما الأكل والشرب عمدا فهو مفطر قطعا، أما إن أكلت أو شربت ناسيا فلست مفطرا ولا حرج عليك. وسواء في هذا الحكم رمضان وغيره، وكثيرا ما يفتي بعض الناس جهلا وعدم معرفة وتسرعا بأنه إذا أكل أو شرب في رمضان لا يفطر، إذا أكل أو شرب في صوم نصف شعبان أو في صوم شوال أو فإنه يفطر إذا أكل ناسيا، وهذا غير صحيح. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لا في رمضان ولا في غير رمضان، كله سواء. هناك طرفة حكاها الإمام عبد الرزاق في مصنفه، إمام عبد الرزاق من المحدثين كالإمام البخاري وهكذا، قال: جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: إني كنت صائما فأكلت وشربت ناسيا. فقال: لا بأس عليك، أطعمك الله وسقاك. قال: ثم دخلت إلى بيت والدي فوضعوا لي طعاما فأكلت وشربت ناسيا. قال: لا حرج عليك، فإنما أطعمك الله وسقاك. قال: ثم إني دخلت بيت أخي فوضعوا الطعام فأكلت وشربت ناسيا. فقال: لا حرج عليك، أطعمك الله وسقاك. قال: ثم إني دخلت بيت صديق لي فوضع الطعام فأكلت وشربت ناسيا. فقال: يا رجل، ألم تتعود الصيام؟ الإنسان ينسى مرة في الشهر كله، في السنتين، في الثلاث سنوات ينسى مرة، مو في اليوم الواحد ثلاث مرات ينسى، سبحان الله. على كل، يعني لو فرضنا أنه صادق فلا حرج عليه. ثانيا، المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق لا تفطر الصائم إلا أن يبتلع منها من مائها شيئا، وإذا ابتلع هناك تفصيل. بعض الإخوة تراهم يتحرزون فيما لا ينبغي أن يتحرز الإنسان، يقول لك: أنا صايم يا أخي، لا بتمضمض ولا بستنشق، بخاف. ما هو صحيح هذا؟ هذا غير صحيح. تمضمض واستنشق لكن بلطف، يعني ما تملأ فمك من الماء ثم تقول: والله ادخل الماء، ادخل الماء، تأخذ شيء من الماء بسيطا ثم تدفنه، تتمضمض بشيء من الماء قليل ثم تدفن مرة ومرتين، تأخذ شيء من الماء إلى أنفك ثم تستنثر، ولا حرج في ذلك. الآن إن سبق ماء المضمضة إلى جوف الإنسان، إنسان كان عم يتمضمض فسبق ماء المضمضة إلى جوفه أو ماء الاستنشاق اللي هو في الأنف، إن سبق، قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: إن كان لم يملأ فمه بالمضمضة أو الاستنشاق وسبق ماء المضمضة فلا يفطر بذلك. تمام؟ إذا لم يملأ فمه، وقع شيء من الماء وعم يتمضمض فلم يشعر إلا أن نزل شيء من الماء، فلا حرج عليه. قال إمامنا أبو حنيفة: إن سبق ماء المضمضة إلى جوفه فإنه يفطر، سواء كان الماء كثيرا أو قليلا. لا بأس أن تقلد الشافعي إن كان الذي تتمضمض به قليلا، لا بأس بذلك. مما لا يفطر أيضا قطرة العين والأذن. هذه القضية كانت قديما الفقهاء قالوا فيها أقوالا كثيرة. أما قطرة العين فمن قديم كان يقول الفقهاء إنها لا تفطر، وهي لا تفطر. بعض الإخوة يقول لي: لكنني قد أشعر بطعم قطرة العين في حلقي. يا أخي، إذا شعرت ادفن صوت، يعني إن شعرت
ولكن على كل حال هي لا تخبر. هذا بالنسبة لقطرة العين. قطرة الأذن، قديما كان أكثر في فقهائنا رحمه الله تعالى يقولون إن قطرة الأذن أو دخول الماء إلى الأذن يفطر الصائم. على ما يبنون هذا الحكم؟ طبعا هذا الحكم بنوه على الاجتهاد، ما في نص صريح من قرآن أو سنة أنه إذا وصل الماء إلى الأذن أفطر الصائم، وإنما اجتهد فقهاؤنا الأقدمون رحمه الله في هذه المسألة. كانوا يظنون أن الأذن منفذ مفتوح إلى الجوف. إيش هو الجوف؟ هم في حلق، بعد الحلق اسمه الجوف. إذا وضع الإنسان الماء في فمه وتفل لا حرج، أما إذا ابتلع فوصل إلى جوفه فقد أفطر. الآن الأذن هذه التي خلقها الله تعالى لنا، هذه كان يظن الأقدمون أنها مفتوحة على الجوف، وهذا الآن ثبت في العلم الصحيح الحديث أنه غير صحيح. الأذن في بينها وبين الجوف شيء يسمى غشاء الطبل، عرف هذا عند العلم أهل العلم. نعم، غشاء الطبل هو قطعة جلدية رقيقة تفصل بين الأذن وبين ما بعدها، هناك أذن خارجية وغشاء الطبل وأذن داخلية وهكذا. المهم ما دام هذا الغشاء سليما وبشكل عام الناس سليمون في ذلك، فلا يفطر الإنسان إذا قطر في أذنه. أما قديما فقد كانوا يظنون أنه ليس هناك حاجز بين الأذن وبين الجوف، فقالوا إذا قطر سيصل إلى جوفه يفطر،